هذه المره طلائع الشعب القوه الثوريه الحقيقيه عارفه اللعبه، لذلك سوف لن تنخرط في اي مشروع يريد تحريك الشارع. اذا صدر يريد يحرك الشارع فيحركه بادواته. هذه نقطه اريد اتوقف عندها سيد احمد، يعني انت نعم. تعتقد ان استقالات التيار الصدري هي عباره عن لعبه؟ نعم 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 كيف لحمايه فسر لي النظام هذه اللعبه كيف؟ لانه هم يعرفون انه في الاشهر القادمه نتيجه الظروف الصعبه اللي يعيشها العراقيين استاذ احمد، واحنا متواصلين ويا الداخل بقوه، بطاله وسوء خدمات واوضاع ماساويه واخرها جفاف المياه تعرف جنابك اللي ساهمت في ايران وتركيا، كل هذا الحقيقه اثر على العراقيين، قلل من مواردهم، فقدهم الامل بمستقبل واعد. هم يعتقدوا هذه الدوائر الحاكمه في العراق انه هنالك ثوره شعبيه كبرى سوف تاتي، لذلك ما عندهم قدره، هاي الميليشيات عندها قدره على القتل والاغتيال وتصفيه الشباب والناشطين، بس ما عندها قدره على ان يعني تقوم بالسيطره على الشارع. لذلك هم يعتقدوا انه السيد الصدر عنده قدره على السيطره على الشارع. هذه مناوره سياسيه سوف تثبتها الايام، فيما اذا تحرك الشعب العراقي واستخدموا الصدريين نفس الاسلوب اللي كان يستخدموه في المظاهرات عندما كنت انا موجود في الحراك الى احد عام 2019، وكنت اراهم بام عيني ماذا يفعلوا حقيقه. لديهم قدره طبعا، الناس السلميين ما عندهم هاي القدره على البطش، ولذلك يسيطروا على المظاهرات. اذا لجأوا الى هذا الاسلوب هذه المره انا اقول لك اياها بكل صراحه، اكو رده فعل راح تكون قويه اتجاههم. لذلك هي نصيحه لهم انه يترك الشعب العراقي يتخذ قراره ومساره، وان يكونوا فعلا داعمين له كعراقيين وليسوا كجهات سياسيه صدرين او ما شابه ذلك. حتى تكون الصوره اوضح دكتور احمد، انت تتحدث عن توقع حدوث فوضى في الشارع، قلت سينقض الشارع على الفئه التي عذبتها لسنوات طويله، ولكن توقيت التحرك او خروج الشارع متى تتوقع ان يحدث؟ انت تتحدث اليوم عن تظاهره محتمله ام ثوره محتمله كما ذكرت، يعني لم اكن مخطئه، من يقود الثوره؟ المجتمع العراقي بنفسه ام شخصيات معينه؟ المشكله في الحراك الشعبي الحقيقه اللي طبعا أكثر من 635 مظاهرة حصلت في العراق على مدى يعني 18 سنة العام، كانت تفتقر إلى رؤية سياسية وإلى قيادة في نفس الوقت. الآن نحن نسعى في الجبهة العراقية الوطنية المعارضة في مؤتمرنا القادم يوم 25 حزيران أن نبث هذه الرؤية لتوحيد القوى الوطنية كلها الحقيقية بغض النظر عن خلفياتها الفكرية أو الطائفية. سوف نجد هذه المسطرة الأفقية، عندما توجد هذه المسطرة الأفقية تكون هي الباور زون ما بين المجتمع الدولي اللي غير ملتفت للعراق الآن بس معطي شرعية لهذا النظام ومشرع وجوده، وما بين الإرادة الشعبية. إذا 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 توفرت هذه الرؤية الحقيقة وعملوا عليها العراقيين، أنا أقول لك بكل سهولة سوف تكون هناك قيادة حقيقية لهذه التظاهرات التي سوف تطيح بهذا النظام بسرعة، لأن هذا النظام خاوي يعني ما عنده جذور حقيقية على الأرض، فقط يمتلك مسألتين المال والسلاح، وعمر المال والسلاح ما أبقت نظام. الإنجاز اللي عنده إنجاز حقيقي يخدم بيش الشعب. هذا كلام نظري، هذا كلام تنظيري سيد أحمد. الواقع يقول لك برلمان مكون من كذا مقاعد وموجودة فيه هذه الكيانات السياسية، هذا هو الواقع. الذي يتحدث بلغة أخرى كان عليه أن يدخل الانتخابات كي يزيح الموجودين ويكون هو في البرلمان. أما تقول لي والله ذولا زينين وذولا مو زينين، ادخل الانتخابات وما حد لازمك يعني. اي انتخابات استاذ احمد؟ الانتخابات اللي صناديقها تجي من عبر الحدود من طهران، انتخابات اللي المسدس نتحفظ عليها. لا موجد ما يخالف عزيزي، ما قلت لك انا ما اريد انفتح بالحديد خوفا على القنوات الحقيقه. لا اخذ راحتك بالكلام، لكن هذا كلامك انت مردود عليك، ما لنا علاقه، احنا ناخذ وجهات النظر. انا اتحمل مسؤوليته، نعم انا اتحمل مسؤوليته، نعم بالادله وبالوثائق حقيقة هنالك سيطرة وهيمنة حتى على يعني السبيس، هذا الفضاء اللي تنقل به المعلومات. وثلاث تجارب بالمناسبة وحضرها رئيس الوزراء الحالي، ثلاث تجارب فشلت قبل الانتخابات الأخيرة.